بتراقب المكان منيح، إذا صارت أي مشكلة أنت اللي رح تتعاقب، فهمت؟ فهمت سيدي. لو سمحتوا، ممكن سؤال؟ طيب يلا روح على شغلك. حاضر سيدي. تفضل أنت، شو بدك؟ جمعة، جيت على الاجتماع. ماشي، تعال معي. اسمعوا، إذا ما أديتوا الصلاة وضليتوا هاملين فترة طويلة، في احتمال تنسوا كيف تصلوا. صلاة الجمعة ما بصير تتأدى بشكل مفرد، لازم نأدي صلاة الجمعة بشكل جماعي. يعني اللي بدي اياه منكم تحاولوا ما تقطعوا لا صلاة الجمعة بالجامع. اسمعوا يا أخواني، هذا الأخ انتسب لألنا هلأ، خريج مدرسة الشريعة الإسلامية، واسمه الحركي جمعة. أهلين وسهلين يا أخي. أهلين فيكم. أهلين فيكم. خريج شريعة معناتها بتعرف كيف تتوضى وتصلي، ما في داعي تاخد هالدروس، فليش اجيت لهون؟ مظبوط، أنا بعرف كيف صلي، وانتو اكيد تعلمتوها لما كنتوا صغار، ما هيك؟ كنا نقول ما بتلزمنا، من شان هيك ما حفظناها. عم نتعلم دين الأمة والسنة النبوية، بس بصراحة ما كنا متخيلين يجي يوم من الأيام ونصير شيوخ. يعني عم نحاول نتعلم دين الأمة لنصير شيوخ. ايه، بعرف اسمه دين الإسلام والسنة النبوية، بس أول مرة بسمع بدين الأمة، وأنا جاي لأتعلمه. بكفي، لو سمحتوا حاجة تضيع وقت، إذا خلصتوا من هالنقاش اسمحونا نرجع على الدرس. تفضلوا. اسمعوا يا أخواني، لا تنسوا صلاة الجمعة هي ركعتين فرض يا أخوان. السنة القبلية والسنة البعدية 4 ركعات، يعني بيطلع المجموع 6 ركعات يا أخوان. ومثل ما حكينا باجتماع الدرس الماضي، إذا بالجامع ركعتين فرض. أنا طالع. وإذا بالبيت نصلي 4 ركعات فرض، وبعد شوي رح نعمل تطبيع عملي. أنا بدي أطلع، مضطر أحضر اجتماع تاني اليوم، عن إذنكم. تمام. هلا بدي اسألكم، خبروني نشوف كيف بنتوضأ للصلاة؟ صلاة الجمعة كيف بتصلوها؟ وكم ركعة سنة فيها؟ خلي جمعة يجاوبنا، الزلمة خريج شريعة واكيد هو اشطر منا. والله انا فيني جاوب على هذا السؤال، بس انتو عن جد ما بتعرفوا كيف تتوضوا وتصلوا؟ نحن عن جد ما بنعرف هالشي، لا بنعرف الوضوء ولا الصلاة، واصلا امور الصلاة والوضوء نسيناها من زمان. انتو بينطلق عليكم اسم منافقين. عفوا ملا مشايخ انتو. ايه بردان افندي، مين اكتر شيخ بالمنطقة في اله مكانة عند الناس والكل بيحبوه وكلمته مسموعة؟ سيدي، بمنطقة تشاتال كشمة في شيخ اسمه الشيخ حسن، وهو كتير محبوب من الاكراد ومن الاتراك كمان، وكلامه مسموع عند الكل. رح نحكي معه، بلكي منستفيد من خبرته ومن المعلومات يلي بيعطيها بكل الخطب تبعه. وقت اللي بدكن فيني خليه يقابلك سيدي إذا بتحب. ماشي، بخبرك إمتى بدي قابله. وهلأ خلص اجتماع اليوم يا سادة، فيكن تروحوا عشغلكن. بجهاز زكريا. نعم. أنتوا ضلوا. حاضر. لو سمحت، ممكن تخبرنا شو راح تستفيد من مقابلة الشيخ حسن؟ أكيد مو مصلحتي مع هالزلمة مشان يجي يعلمني دين الإسلام. مثل ما حكينا قبل شوي، راح نستفيد من موته أكثر من حياته. سيدي، أنا بتكفل بهالمهمة. هالعملية بدها شاب صغير يا دوب 18، ما بدنا إياه يكون شاب كبير. إذا قدر يفلت من الشرطة ووقع بين إيدينا، ما لازم يعيش بنوب، ومنسكر هالقضية، لا من شاف ولا من دري. أنت لا تأكل هم بنوب، بس يخلص هالمهمة رح خلص عليه، وذكرى قتل الشيخ حسن رح تضل بذاكرة كل الناس. ورجوني همتكن، الكردي والتركي ما بدي يفوتوا على جوامع بعض بعد اليوم، وبدي لما يتلاقوا يصيروا يتهموا بعضهم بالكفر، ورح نشعل نار الفتنة والحرب ونخلي الناس تاكل بعضها. بدنا ياهن يسيحوا دم بعضهم بالشوارع، وبعدين بنبعت هالأغبياء يلي مثل بردان لحتى يولعوها ويشعلوها أكثر. وينك لهلا؟ ان شاء الله ما يصيبوا اي اذى جوا.
غيس أنت عم تسمعني؟ غيس؟ وأنت خذ هاي لأشوف، تقرأها منيح وبتحفظها أحسن ما تخبص بالخطبة. ما بخبص، لا تأكل هم. وقف يا أخي، أنت عم تصلي غلط يا زلمة. كم مرة علمتكم الصلاة؟ ما بصير تضل عم تصلي بعد ما تسلم، بتخلص الصلاة وبتسلم. شو بساوي؟ ما عم تعطونا وقت منيح لنتعلم كل شيء. اسمعوني منيح يا أخواني، هالأمور ما بنمزح فيها. إذا عرفوا الناس إنكم جماعة جاهلين وما بتعرفوا شيء بدين الإسلام، ساعتها رح تفشل خططنا. لحتى ننجح باستفزاز وتحريض الجماعات الإسلامية لازم تمثلوا دوركم كمشايخ بشكل صحيح، وإلا رح توقعوا بالمشاكل، ويمكن يقيموا عليكم الحد ويحاكموكم، ويمكن حتى يقتلوكم من دون محاكمة. على كل نقروا هدول منيح. صار الوقت لأقوم أكشف المخبى. شو هدول؟ هدول الجمل اللي رح تقولوها وقت الخطبة. أعلن بشكل رسمي اعتراضي واستنكاري على تسمية إخواني من الإرهابيين، وخاصة الذين حاربوا من أجل الحرية ويطالبون بالحق والعدالة، وأطالب كل المسلمين الأكراد بالاعتراض على هذه الاتهامات الباطلة. طلع على هالصورة منيح. هالزلمة مشان يمحي ديننا عم يقول شغلات كلها كذب. يلي بيحاول يحتال على الأكراد ويلي بيلعب بعقوله وبيزرع الحقد بين الأكراد والأتراك منسميه شيخ؟ هالحقير قليل الشرف. هذا الزلمة الخاين يلي عم يكذب على الناس ويلي عم يتلعب بعقول الأكراد ويلي عم يشتغل لحساب حكومة الأتراك، لأمتى رح نضل ساكتين على وساخته؟ ما في شب قبضاي بين الأكراد يحاسب هالخاين ويدفعه ثمن خيانته؟ أنا بإيدي رح دفعه ثمن خيانته للشعب الكردي. برافو عليك يا بطل، انت يلي رح ترفع راس الأكراد. لازم تبعت هالخاين على جهنم. بدي اياك تكون الشعلة يلي رح تنور طريق الشعب الكردي. لازم الكل يتغنى ببطولتك، خلي شهرتك تنتشر بكل العالم. وعد مني إلك رح اهتم بأهلك. لا تاكل هم أبدا، ما رح يطلع عليه الصبح لهاد الخاين الحقير. حط هالطاقية على راسك. حلو، وخذ هذا المسدس. بعد الصلاة بتطالع المسدس وبتقتل الخاين فيه. فيني فوت على الجامع من دون ما أتوضى؟ فيك تفوت لأنك فايت بمهمة عظيمة. بعدين لا تنسى أنك بمهمة كرمال الشعب. قريت هالحكي بالكتب الدينية، بس لا تنسى، بس تخلص مهمتك تتخبى عند الجسر. أنا هلأ رايح على الجمعية، بتخلص مهمتك ومنتلاقى عند الجسر. يلا ورجيني همتك يا بطل، يلا. يلا
تحرك. بترجاكم إخواني لو سمحتوا وقفوا بصف واحد، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مو هيك يا أبني، ارجع شوي لورا، ما بيصير هيك، وقف بالصف. برافو. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا خلصنا سخبة. الحمد لله نسخ. أهلين وسهلين سيدي. أهلين فيك. الحمد لله على الحظات. إجا بك هاس. إذا شافني بوح بشكلة. غيث دير بالك. طمني كيف وضع الشباب؟ صاروا يعرفوا إن كل واحد بيصلي من دون ما يتوضى رح يفوت على جهنم. نحن ما بيهمنا لا الجنة ولا النار ولا الصلاة. المهم يبينوا بيعرفوا يصلوا. وخليهم يقولوا بالخطبة الشغلات اللي بدنا إياها ويلعبوا بعقول الناس. في شغلة تانية، ما لازم يعرفوا أي شيء بخصوص المرشحين تبعنا لمجلس الشعب، ماشي؟ وشو دخلهم بالمرشحين؟ شبك، مو نحن عم نشعل الفتنة عن طريق الدين؟ وهدول الناس جاهلين بالدين وبدنا صلاة الجمعة تكون كارثة. ما بصير غير صلاة الجمعة؟ إيه علينا، أنت شبك يا رجل؟ معقول تسألني هذا السؤال؟ وأنا يلي مفكرك تعرف شو خطتنا وشو ناويين، شو بدنا نقول على غيرك؟ على كلن بتخلي رجالك يشتغلوا مثل ما وصيناكم، ماشي؟ بتحضروا حالكم بكرة بعد صلاة الجمعة لنخلص هالمهمة، ورح قلك على السر بس ما بتقولوا لحدا. ايه احكي، ما بقول لحدا، لا تشغل بالك. الأركان كوندو رح تقدم لك دعم مادي. الليلة رح نقتل إمام جامع محبوب. مين؟ إمام جامع تشاتال كشمة. الشيخ حسن؟ هالليلة رح يقتلوا إمام جامع منطقة تشاتال كشمة. ماشي، فهمنا. بسرعة لازم نروح نحميه. ممدوح، لازم تمنع عملية اغتيال الشيخ حسن بأي طريقة. خذ ناس وتخليهم يسوروا بالشوارع على قتله. سمعت الصوت شي؟ عم يجي من هون. ولك غيس، راحوا لينقذوا الشيخ حسن، بس مين يلي راح ينقذك من هالوحوش؟ العمى هذا الباب ما عم يفتح. Ha 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 ha
صبعي غيس. انت شو لك شغل هون؟ هذا واحد من الشباب اللي انتسبوا لنا لنعلمهم. شو انتسب لألكن ولا؟ هذا جاسوس. هذا جاسوس العمى. سكوا لا تخليه له بسرعة. انتوا شوفوا شغلكم مع هالجاسوس وانا رايح. اكيد نجيب قريب من هون. ايه ممدوح، ما بعرف اذا سمعت باللي صار بس انا انكشفت. جايين لعندك بسرعة. انا رح حاول خلص حالي. انقذوا الشيخ حسن انتو. انا رح اساعد غيس، انت روح على الجامع، لازم تنقذ الشيخ حسن. حاضر. أنا أجيت غيس. سيدي بطح لك على الأرض. تعال لهون. بطح بطح. ليش عصبت حالك سيدي؟ كنت دبرت ولا حالي؟ مهان علي اتركك لحالك. على رأسي. بطح لك. لا تتحرك. الله يتقبل منا ومنكم. الله يتقبل منكم. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله يتقبل منا ومننا. منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا شيخي آمين. شيخي تفضل معي على بيتي المتواضع، حابب استضيفك هالليلة عندي. إن شاء الله بجي يا ابني، بس هلأ في عندي اجتماع مع السيد مسار، يا ريت لو ترافقني ونروح لهنيك مع بعض. أنت عندك خبرة منيحة، بركي منستفيد منك. مثل ما شايف الوضع سيء كتير، بركي منفكر كلياتنا بشي طريقة لنخلص من هالإرهاب وبلوي. أستغفر الله يا شيخي، أنا ولا شيء قدامكن، بروح براسي. شيخي في موضوع خاص حابب أحكي معك، أنت فاضي شوي؟ على عيني وراسي، تكرم عينك. شيخي أنت روح وأنا بلحقك بعدين. ماشي، خلص والحقنا، نحن بقهوة دستلار. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله رح إجي. هات لشوف كيف فيني ساعدك يا ابني. أنت مريض يا ابني؟ عم تزخ عرق. لا أنا ماني مريض، بس هون في شوب كتير، فينا نحكي برا؟ طيب ماشي مثل ما بدك، لأخذ المانتو تبعي ومنطلع. سيدي شو صار معكم؟ كل شيء تمام ممدوح. قدرتوا تمسكوا بكهاس؟ مع الأسف هرب. أنت وينك؟ أنا قربت أوصل على الجامع، بقيان شوي بس. ماشي دير بالك منيح. شو هالمسدس يا ابني؟ مشان اقتل فيه واحد خاين وكذاب مثلك يا حقير. Thank you.
سيد مسار، إن شاء الله ما نطرتك كتير. أستغفر الله يا أخي، ما صار لي زمان جاي لهون. تفضلوا. تفضلوا. شو بتحبوا تشربوا؟ إذا ما في عذاب يا ريت تشربونا قهوة مرة. خيري. نعم. لو سمحت يا ريت تهتم بضيوفنا. أمرك سيد مسار. الشيخ حسن إمام الجامع إن شاء الله رح يجي كمان، رح يفيدنا بتجاربه وخبرته. بدي منكم تقرير كامل عن طلباتكم حتى نحقق الأمان والسلام، وبصراحة نحن كمان كتير حابين نستفيد من أفكار وتجارب شيوخنا يلي بالمنطقة، باعتبارهم بيعرفوا كل شي عم يصير هون، حتى هنن أهداف للتنظيم الإرهابي. إجا الوقت لنشتغل بشكل جدي ونوقف حمام الدم بين إخواتنا وننهي هالفتنة اللي بدها تقسم الوطن وتفرق الشعب. نحن لازم نتحرك بسرعة، لهيك بدنا مساعدة الحكومة والرجال العاقلين. أنت معك حق بهذا الشيء، ولحتى نمنع الأخطاء يلي احتمال تصير لازم نتعاون مع الحكومة وناخذ كل احتياطاتنا لأي شيء ممكن يهدد الأمن والسلام. كل واحد لازم يقوم بواجبه على أكمل وجه وما يقصر بنوب، ولازم تنتشر عناصرنا بكل مكان. يا شيخي، ألو، قدرت تلحق الشيخ حسن؟ والله ما بعرف شي يا غيس، ما في حدا هون، بس في سلاح على الأرض وفي دم كمان. طيب وين الشيخ حسن؟ للأسف ما بعرف وينه الشيخ حسن. السلام عليكم يا شيخي. شوف الشيخ حسن ما رد السلام. أكيد شارد، وإلا ليش لحتى ما يرد عليك؟ يلا امشي امشي. ماشي. بتعرف الناس اللي بهالمنطقة كتير تعرضوا لضغوط، نحن ما عم نحمل الحكومة الذنب وما عم نقول إنها سيئة وفاسدة، بس عم نقول في بالحكومة سيئين وفاسدين، وهالفاسدين حطوا إيديهم بإيد الإرهابيين وعم يساعدوهم لإثارة الفتنة، وفي كتير ناس صالحين ما عم يردوا على التنظيم الإرهابي. إذا تعاوننا معهم إن شاء الله منلاقي حل لكل شيء. إن شاء الله هالمصايب رح تنتهي أخي عبد القادر. إن شاء الله. ومثل ما أنا شايف كل هالمصايب يلي إجتنا سبب أهمال الشعب لسنين وفقرهم وتخلفهم، وإذا انتشر مرض التخلف بالشعب بيسقط أقوى دول، وإذا الدولة ما ساعدت كل شخص طلب مساعدتها عم يصير فريسة سهلة للأشرار ورح يستغلوه. الحمد لله شعبنا مؤمن، كلياتهم عاقلين وبيتبعوا الإسلام وكلهم بيحبوا الخير، وشعبنا ما بيقبل بالظلم ولا تسقط دولته، والمسؤولين بالحكومة بيعرفوا كل شيء. الانفصاليين يلي هدفهم يسيروا الفتنة ويسفكوا دم الأبرياء عم يحاولوا يستغلوا الدين لتحقيق هالشي. كأنهم معتبرين المنطقة تبعنا مو من هالوطن، لأنهم ما عم يهتموا فينا وحاطين على الهامش. وفي شغلات صارت تركت بقلبنا غصة سيد مسار، مثل فريق الموظفين اللي بعتوا الدولة على منطقتنا ما عملوا لنا شيء، وكأنه منطقتنا مو من هالوطن، وبدل ما يأمنوا راحة شعبنا ويشتغلوا لخدمته ويشوفوا طلباته للأسف اشتغلوا بالعكس، وأغلبهم كانوا يرتشوا والباقي ما كان مصدق إمتى ينتقل ليهرب من الشغل بمنطقتنا. نحن عم نحكي لك شو مطالبنا ومشاكلنا وأوجاع شعبنا، ومتأملين تساعدنا بهالشي. طلباتنا ما كانت لا مصاري ولا مناصب، بدنا تبعتونا موظفين شرفاء يدافعوا عن المنطقة ضد كل واحد عم يعتدي على الناس. نحن بحاجة لموظفين شرفاء وعاقلين يلبوا طلبات هالشعب من دون ما يزلوه ويديروا هالمنطقة منيح ويؤدوا مهام بكل أمانة. يعني الحل بالمحبة والتآخي، لأنه الخواني عم يحاولوا يزرعوا الفتنة والحقد بين الناس يلي هنيك وهون، بس إذا كانت الأخوة قوية ومتينة ما حدا بيقدر ينزع بنوب.
يعني بطلب منكم تهتموا بشعبنا بالمساعدة المعنوية بالأول، وبعدين المساعدات المادية للناس المحتاجين كتير، والأهم من هيك أهل المنطقة حساسين كتير، كارثة إذا استغلوهم الأشرار وأئمة الجوامع يلي بعتناهم كلهم نزيهين وعاقلين وما بيستغلوا الدين لمصالحهم، وكلهم الشيوخ بكل معنى الكلمة، فياريت تساعدوهم وما توقفوا بوشهم. رح أقدم لرئيس الوزراء تقريبي مطالبكم واقتراحاتكم، لا تاكل هم. يمكن لو كل مرة منسمع حسن نيتكم تجاهنا يمكن ما كنا وصلنا لهون بنوب، يعني الدولة صارت عم تتعامل معنا كبشر وصرنا نلاقي حدا يسمع همومنا. انت ما بتتخيل قديش عانينا، كنا كل ما فتحنا تمنا يسكرونا يا، وكتير عصايات الشرطة تكسرت على ظهورنا لحتى صرنا نخاف نحكي، بس ان شاء الله هالمشاكل رح تنحل ومنخلص من هالفتن ويلي عم يسببها. هالخلافات صعب تنحل طالما في ناس فاسدين، ومع الأسف لهلأ في كتير ناس ما بدهم اياها تنحل، ما همهم غير مصالحهم الشخصية. واقف يا سيد، ما فيك تفوت، في اجتماع خاص جوا. بعرف يا ابني، وأنا جاي على الاجتماع كمان، أنا الشيخ حسن. ماشي يا شيخي، بس لازم فتشك. فتشني، ماشي، فتشني. شيخي، أنت متصاوب؟ هذا شرف الشهادة يا ابني. اتفضل يا شيخي، اتفضل فوت. إن شاء الله نقدر نحل كل هالمشاكل والخلافات. إن شاء الله. سيد مسار، اجى الشيخ اللي حكيت لك عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اهلين وسهلين، تفضل، عود عود. تفضل. انت منيح؟ شو صايبك؟ متصاوب، في حدا مقوصه. نادوا الاسعاف، نادوا الدكتور. لو سمحتوا بعده هيك لا توقفوا فوق راسه. الو عم تسمعني؟ مين سوى هيك؟ وعدتك اني اجي. ماشي، على مهلك. وليكني اجيت. بنتي أماني بأبتك. حسن ابني. حسن ليش سيارة الإسعاف ما أجت لهلأ؟ حسن ابني. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. مات الشيخ حسن، هلأ الدور عليك تبلش شغل. شو بدي ساوي؟ بتحرك كل المنطقة، بدي البلبلة تعمك كلها، بتخلي الكل يطلعوا ويقلبوا المنطقة فوقاني تحتاني. لا تشغل بالك، بدنا نضرب الحديد هو وحامي. يلا بسرعة خاطرك. يلا كيف الأوضاع يا شباب؟ للأسف ممدوح، خسرنا الشيخ حسن. كله بسببي أنا، ما لحقته للشيخ. شو صار ممدوح؟ أنقذت الشيخ؟ للأسف غيس، تأخرت كتير، قتلوا للشيخ. وينكن هلأ؟ الله يرحمه. بالقهوة. ماشي، جاي لعندكن. طيب أنا فايت أشوف السيد مسار. الظاهر قوص الشيخ بعد والله خسارة. لا حول ولا قوة. كان زلمة طيب. سيد مسار، يمكن هالشي عملية استفزازية. معك حق، اطلبوا عناصر الدعم بسرعة، راقبوا الشوارع كتير منيح، جهزوا حالكم وديروا بالكم كمان. أمرك سيدي.
متعلم وفهمان وطيب كتير وعاقل. حسن بعمره ما أذى أي حدا وكان على طول يساعد كل محتاج. كلنا عم نشوف بعيوننا يلي عم يصير. كل ما اشتغلنا لتصير البلد آمنة وكل ما فكرنا أنه حلم السلام رح يتحقق، المجرمين فوراً بيبلشوا بعملياتهم ضدنا. وحتى كل مرة منقول لقينا الحل لنخلص من الإرهاب، الخونة بشعلوها بسفك دم الأبرياء. شفت الشاب يلي كان عم يركض؟ خلينا نلحقه. يلا يلا يلا. يلا سيدي. ليش تأخر هالولد؟ وينك لهلأ؟ خلصت المهمة؟ خلصتها، قوصت الخاين. برافو عليك يا بطل، شعبك ما رح ينسالك هالبطولة. لازم نهرب من هون، بتكون الشرطة عم تدور علي. طيب وين بتحب تروح؟ قانديل، خدوني على قانديل. تكرم، على عيني. معقول تطلب هالطلب وارفض لك يا؟ معلم شو عم تساوي؟ رح أبعتك على قنديل. انت اكيد غلطان، اصحك تعملها، دخيلك لا تقتلني. بساوي لك شو ما بدك، بقتل لك مين ما بدك، انا ما بستاهل هاد الشيء. مظبوط، ما بتستاهل. طيب انا رح اعطيك فرصة. روح روح. يكتر خيرك. يسلموا، والله انت ما في منك. يسلموا يا معلم. انت رح تتركني بحالي مو هيك؟ انت ما رح تقتلني مو هيك؟ رح تتركني روح مظبوط؟ الدولة مجرمة، المجرمين لازم يتحاسبوا. نحن ما رح نسكت على هالشيء. لما الشيخ حسن ما رح يروح هدر. الدولة لازم تتحاسب على هالجريمة هاي. لازم تتحاسب الدولة. وينهم عناصر الدعم؟ جايين على الطريق. خليهم يستعجلوا. روح بعد السيارة من هون. سيد مسار، لازم تبعدوا عن المكان بسرعة، في متظاهرين برا وما نو ناويين على الخير. لا ما بصير، أنا ما رح أتحرك خطوة من هون وبدي ضل مع أصدقائي وإخواني. بس ما بصير، مهمتنا نحمي حياتك، مشان هيك لازم نروح. قلت لك أني رح ضل هون، وإذا كان بدهم يجوا لهون نحن جاهزين حتى نواجههم. نحن واجبنا نهديهم، والحقد يلي بقلوبهم نحن رح نحط مكانه المحبة والسلام. بس ما رح نروح من هون لو بدهم يقتلونا، وإذا جرحونا أو أوصونا أو قتلونا مجبورين نتفهم إخواننا ونداوي جراحهم بالصبر. رح ننهي هالخلاف هون، وهالنار رح تنطفى. حكمتك رح تحل كل هالخلافات ورح تداوي الجراح. ما بيصير، أنا مضطر أقتلك، ما فيني خليك عايش، رح يمسكوك وأكيد رح تعترف بكل شي، وساعتها رح توقعنا بمصيبة. والله العظيم ما رح أعترف بشي، وإذا بدك بقطع لساني. روح الواحد غالي علي يا ابني، شو تقطع لسانك؟ إذا فاتت إبرة بإصبعتك بتصرخ من وجعك وبتحكي كل شي. دخيلك يا معلم، اتركني بحالي، من شان الله لا تقتلني. أبي وأمي بحاجتي وأخي الصغير، دخيلك اتركني بحالي. لا تواخذني. دخيلك. ما عندي كلام حلو، مشي حالك بهالجملة. القاتل يقتل ولو بعد حين. الدولة المجرمة، الدولة المجرمة. السيد مسار ما بده يروح من هون. شو رأيك؟ شو لازم نساوي؟ رح نلاقي شي حل. المجرمة، الدولة 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 المجرمة. شباب انتوا خليكم من ورا بسرعة. الدولة مجرمة، الدولة مجرمة، الدولة مجرمة.
اتصل بالسيد زكريا وخبره بالوضع. الدولة مجرمة، الدولة مجرمة، الدولة. عفوا. هذا زلمتنا عم يتصل. الو؟ الو؟ سيدي الناس مزعوجين كثير، ما راح يمرقوا الليلة على خير، قامت الأيام هون. هذا مو شيء. الأيام الكبيرة راح تقوم بكرة ما؟ راح تقوم أيام ما حدا متوقعها، الساعات راح تولع على الآخر. راح يكون اسمها الجمعة يوم الدم. راح يصير أكثر من اللي صار بتقسيم. برافو عليك، برافو. أو أنا بدي أروح كمان. سيدي لوين راح تروح؟ ما فيني أترك عبد القادر لحاله. ماشي، معناتها بنلحقهم على المشفى. ماشي ليلى، اطلعي مع السيد مسار. بهي الحالة لازم نستغل أول فرصة بتصح لنا وهوب نطلع راسنا لفوق ونقوس كل يلي بيعرضونا، ولازم نهاجم مواكب السيارات يلي جاية فيها ناس للانتخابات، أو ندس بيناتهم رجال من عنا منشان يدبوا التوتر والخوف بقلوبهم. يلي عم دافع عنهم قتلوا إمام الجامع وحرضوا الناس يهاجمونا وحاولوا يقتلوا أخوك. بابا أنا قررت بس يخلص الفصل الأول رح سجل فريق الطابق. أيمن لا تقل لي طابق أبدا، لا تذكر الطابق قدامي. شو الوضع؟ اتضايقت من آخر مباراة لعبتها؟ لك كأنه ما بيعرف يمسكوا الطابق، أكلنا 9 جوال وما قدرنا نسجل غير جولين. في عندك فطاير؟ إيه في. أعطيني 20 قطعة. عراسي بس لخلص طلبية الزبون. خليه يستنى، أنا مستعجل كتير. ما في مشكلة، أنا بستنى، شوف الأخ شو بده. بما أنه مستعجل. أنا ما جيت مشان حالي، جيت مشان الوطن، وإذا مكتوب موت رح أموت وين ما كنت. المكتوب ما منه مهروب. يلي خايف منه يكبر هالموضوع ويصيبك أذى. ماني خايف من شي، لأني ابن هالوطن. نعم ممدوح. في خبرية مانا منيحة. شوفي جنازة الشيخ حسن هي الهدف، رح يهاجموها. Yol yoldaşım.